ما تجازفش. لما تيجي تتعامل اتعامل مع الدولة. استاذ الحاج محمد من الاقصر اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، وحشني صوتك. الله يخليك، وانت نفس الشعور والله يا سامح باشا. اخبارك ايه يا حاج محمد؟ ربنا يخليك لينا والله. ربنا يكرمك. ويعمل الاسرة بخير، كل الاخوان في البرنامج بخير. امين الحمد ربنا لله. ربنا يطمنا عليكم ان شاء الله ويخليكم عونا لينا ان شاء آمين. الله. امين. دلوقتي بيه احنا موسم القصب يعني دخل يعني على المنتصف يعني، ولغايه دلوقتي يعني هنصرف من 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 بيوتنا. ايوه صح. ما عارفينش اسعار يعني، الحكومه عامله ودن من طين ودن من عجين، ومش ودي ده وده محصول تعاقدي، المفروض انت تقول لنا يعني هتزود مش هتزود. يعني كل سنه نستجي الحكومه سامح بيه ونقول لها لله يا محسنين، واحنا ده محصول سنه على الارض. ايوه انت لما يعني ما ينفعش الحكومه تبقى يعني كده يعني نايمه في العسل يعني، واحنا قاعدين يعني السكر ده بيجي مر حلقا في 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 في, 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 في افواهنا والله. انت بتكسر القصب وتورده اليومين دول بكام؟ ب 720. 720 جنيه؟ اه شوف، زادت عليه الجهاز وزاد عليه العماله وزادت عليه طبعا، احنا كمواطنين بنصرف كل الدنيا زادت عليه. 720 بالعلاوات يا حاج محمد؟ نعم. بالعلاوات اللي انتوا بتصرفوها؟ اه كل، لا فيش علاوات، احنا عندنا السعر ثابت بالطن، طن ب 720. اه. وانت عارف وقت العماله زادت 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 النص على والجاز و... يعني جت عليها ثلاث زيادات. طيب. والحكومه لغايه دلوقتي ما يعني عايزين تعمل ضوء كشاف يعني انت عليها بتطلب ان يبقى في تحديد؟ لا شوف الحكومه هتعمل لنا ايه ويعني ايه هتزود كام وهتعمل كام، والله يعني احنا في 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 مرار يعني. لا والله. بس انا مش متعود منك على النظره التشاؤميه ده يا حاج. لا مش متشائم والله، بس طيب خلاص يعني إيه؟ انا عندي امل ان شاء الله ان يتم تحريك الاسعار، وعندي امل ان انتوا تكسبوا. انا عارف وانا مستبشر بيكم خير، لانه كذا مره بحب بصراحه صرف الثمن، انتوا تبنيتوا المشكله وجي شكرتكم انا يومها. انا عارف انت، وبعدين انا بحب اهل الاقصر والوطنيه بتاعتكم، وان انتوا طيب منك ومن البرنامج كله يعني. والله انا بتشرف بحضراتكم، فان شاء الله خير فيه. وانا هناقش الموضوع ده ونبتدي يعني نسمع يعني من المسؤولين يعني كده اضوء كشاف عليها كده وبتاع. انت تؤمرني يا حاج محمد. الله يخليك، ربنا يبارك فيكم ويخلي حضرتك طيب وربنا يوفقك وربنا يجعل ده في الزمن. انت القوارض يعني عامله عندكم ايه في الاصل؟ مين؟ القوارض الفلان. لا مفيش حاجه، لا مفيش قوارض الحمد لله، هو بس حكايه التفحم ظهر على خفيف. أوه. والحمد لله اتقضى عليه يعني. طب كويس. والساقبات دي هنعمل ايه كل سنه يعني كل... انتوا شطار، ربنا يوفقكم. لا الحمد لله ربنا كبير ان شاء الله. بشكرك يا حاج محمد، ربنا يوفقك. سامح باشا ربنا يخليك لينا يا باشا. العفو العفو العفو، بشكرك يا حاج محمد.